وترى أنا اللي أحميكم، مكتب العلاقات هو اللي دا يكتشف المؤامرات وهو دا يحميكم، فلازم توقفون إلى جانب. هاي المؤامرات وهمية مفترضة لو حقيقية. إذن 17 تموز جاء الباحثون إلى السلطة، ما هو انطباعكم انطباع عبد الخالق عن يعني هل كان متحمس لو عنده ملاحظات؟ لا طبعا هي من صالة ثورة 17 تموز كان عنده ملاحظات اي، فوقف يعني ما اندفع ولا تقريبا شبه انقطع. ليش؟ قال انه هذه الثورة بها عورة اي، يعني ما معناه انه مجيء النايف والداود عليهم شيء. ليش هو قيادي بحزب البعث ما انطوا يعني ما كان مسبوق بهاي الدخول؟ لا هم مو كل تعرف بها، يبلغون انه اكو، بس هذه الحركات والاتصالات ما مو الكل تعرف يعني بيها. ما كان يعرف تحت الصفر؟ لا يعرف، بس اقول لك الاشخاص اللي اتصلوا بهم، هو اللي اتصلوا بهم كان حردان لولبها، حردان وقسم صالح مهدي عماش يعني، والبكر حسن البكر، هذول لولب الحركة مال اتصال بالنايف وبالداود وبسعدون غيدان. سعدون غيدان كان الاصل، يعني هو بالقصر بالحرس اي، والبقيه من اجوا بس فحتوا بالقصر، ما كل شيء. ما بس انا اتوقف هنا نقطه، البعثيين يرون، الروايه البعثيه تقول انه الداود والنايف عرفوا بالحركه فاضطرينا ان نفاتحهم حتى يجون وبعدين نزيحهم. الروايه الاخرى تقول انه يعني قاده الحركه صناع الحركه اصلا هم الداود والنايف ودخلوا البعثيين معهم. من يا صحيح؟ لا البعثيين هم اللي كانوا يشتغلون عليها يعني الطبخه بعثيه، طبخه بعثيه 100%. والجماعه دخلوا ودخلوهم، هم اتصلوا بهم اتصلوا وقالوا لهم يابا احنا راح نسوي، فانتوا تعالوا نعطيكم المواقع التاليه، فاغروهم ايضا. فذولا قالوا يعني رادوهم جسر يعبرون بيهم، ليش نفشل؟ لأنه تتذكر أنت أيضا بال66 صارت حركة القومين، حركة القومين العرب، قومين العرب أو جماعة عارف عبد الرزاق. عارف إيه نعم، عارف عبد الرزاق والجماعة هذه بقتها محاولتين عارف عندما العبد السلطة بال65 65 احنا كنا مثل ما قلت لك أعضاء فرع. بال65 إجاني فاتك الصافي بلغني عن سمير النجم، عن حميد قادر، انه اكو حركة اليوم للقوميين راح يقومون بها، فنريد الحزب يفشلها. فرحنا افترينا اندرنا الحزب، خلينا الاجهزة الحزبية كلها تطلع بالشارع، بحيث خلينا انتباه للامن انه اكو شيء عند البعثيين، بس هو مو يم البعثيين. فبالحالة ذولاك جفلوا، شافوا الامن انتشر فوقفوا حركتهم، فافشلناها بيوم واحد. فهذه الطريقة دقيقة، ذولا قومين مثلكم وانتم ظل عبد الرحمن عارف، ليش تفشوا؟ خليهم ينجحون وتعاونوا ياهم، لو تردوا هلا انتم. لا ما كانوا ما يقتنعون بيهم، لان لو جايين عارف عبد الرزاق، لانه العناصر القومية اللي كانت موجودة زمن عبد السلام عارف هي اللي أدت الحزب، وهي اللي دمرته، وهي اللي ضربته، يعني باعتقادنا مال 4/9 وراها منو غير هم؟ المهم هسه صارت الثورة، عبد الخالق كان متردد أو يعني إيه، بعدين صارت الثلاثين ورجع عادي عضو قيادة قطرية، يعني هو موجود وياهم لكنه متردد، فاشتغلوا يعني استمروا، فرجع هو عادي. صارت طبعا بعدين الانتخابات وصار شو اسمه، صار هو عضو قيادة قومية وعضو قيادة قطرية وبالانتخابات، وصار عضو مجلس قيادة الثورة، فاعتبروا كل أعضاء القيادة. 69 صار عضو مجلس قيادة الثورة ولا 68؟ 69 صور هي صارت 69 فصاروا أي. بداية الثورة كانت أكو
تناحرات بالفريق القيادي، اختلافات، تقاطعات بالفريق القيادي بداية الثورة؟ مو بدايتها، يعني ورا سنة. إيه كان أكو تقاطع. بين من وبين من؟ تقاطع بين عبد الله السلوم وصدام. ليش؟ أكو تقاطع. شنو السبب؟ طرح عبد الله السلوم، صدام كان يريد أن يبقى ويا البكر بالقصر. صدام. البكر قال له ما معناه، قال له أخي أنت شنو بقاعك هنا؟ أنت تنظيم وقيادة قطرية. روح أنت، إحنا دولة هسه. روح أنت قعد بالمجلس الوطني. اترك القصر. عبد الله السلوم قال الآن شكلوا مكتب علاقات. هذا مكتب العلاقات راح يجر إلى تدمير الحزب. ترى مكتب العلاقات اللي هو المخابرات، مخابرات بعدين تحول إلى المخابرات. لأن منو شكله؟ فكرة من؟ هو أبو صدام. صحيح، لأنه كانوا يخوفوهم يوميا، كل فترة مؤامرة، صارت مؤامرة. فهاي العملية أربكت القيادة، فهو انطاهم يعني معلومة انه ترى انا دا احميكم، مكتب العلاقات هو اللي دا يكتشف المؤامرات وهو دا يحميكم، فلازم توقفون الى جنب. هاي المؤامرات وهمية مفترضة لو حقيقية؟ اكو وهمية واكو حقيقية. اكو وهمية؟ اكو وهمية لتقوية جهاز المخابرات، ايضا بنفس الوقت اعلام التنظيم بانه ترى انتو احنا بدنا نحميكم. بعدين تطورت صارت مخابرات. صاروا بذيك الفترة كان صدام حسين عضو قيادة يعني اعتيادي مثل الآخرين، ما عنده ميزة على الآخرين. لا هو القوي يعني. ليش؟ هو كقوي هو اللي يعني انهى عملية الداود، وهو صلاح عمر علي، وهو اللي يعني يعتبر الرجل الثاني بعد البكر. بعد البكر صراحة هو كان قوي ونشط وإمكانياته يعني. عنده مؤهلات ما موجودة عند الآخرين. عنده مؤهلات يعني غريبة عجيبة. عنده مؤهلات غريبة عجيبة وعنده إمكانية لأن يناور. ما كان سياسيا يناور وفكريا أيضا تطور هو. خاصة بقاهم بالسجن قرأوا هواية. فتطور هو. كان نفسه. يعني ذيك الفترة كانت. كنتوا تقرون اكو خلافات بينه وبين البكر؟ لا ماكو خلاف بينه وبين عبد الخالق. مره او مرتين، ومره البكر ويا عبد الخالق يصير عبد الخالق جريء يطرح بال. شنو صار مثلا؟ صار خلاف بيناتهم مره بين البكر وعبد الخالق؟ وعبد الخالق وصالح عماش. على شنو؟ والله ما اعرف، اني ما شنت وياهم، بس ادري صار خلاف. فصدام فد يوم قال شافني بالقيادة القومية أنا وطاها. طاها السامرائي. السامرائي طاها كان مسؤول عن قضية فلسطين والمكتب اسمه الثورة العربية، جبهة العربية وكذا، وأنا كنت مكتب اتصال خارجي منظمات أوروبا الشرقية. فقال أكو شوية برود بين أبو هيثم وعبد الخالق، ف خلي يسوون لنا غدا ثاني يوم العيد. من يسوي لهم غدا؟ صدام. يعني من يسوي غدا؟ بيتك يعني؟ لا بيتهم، بيت عبد الخالق. بيت عبد الخالق. خلي يسوون لنا غدا نروح نعايد لعبد الخالق، لان ما اجى معادة القيادة القومية والقطرية يقعدون يوم اول يوم العيد بالقيادة القومية يعايدون اللي يجون. فهو ما حضر. عبد الخالق ما راح؟ ما حضر. فقال خلي يسوون لنا غدا، قول الحجية يسوي لنا غدا وراح اجاني. فاجا فقعدنا مجموعه يعني بيتهم ويا عبد الخالق، وقلنا بانه هذا الرجال يعني لازم تروح له وكذا. ففعلا عبد الخالق شان نفسه وراح عليه على البكر. اي صالحه يعني فتره. وقلنا له احنا ما حكينا وياه، قلنا له يعني ما يصير رجال كبير انت لا تظل تلح وياه اكثر من اللازم. مو عبد الخالق شنو اكو طروحات مثلا او نقل او كذا او شنو، او شيوعيين مثلا يعتقلون يتخبر يجي اليوسفي عليه يقول له معتقلين صالح اليوسفي فلان. اي صالح يخابر ناظم وزار ناظم هذا انت هيك وهيك معتقله. طيب ماكو ابو دحام، ما عندنا حد، ما عندي كل احد.
ولا اتصل بالمكتب الإدارة مال الأمن العام، مدير دائرة الأمنية، مدير دائرة حسين، اتصل يلقى موجود، يرجع الناظم يقولك رزل، يقوم يحكي عن الناظم، علاقته ايش شوية ناظم، يعني متقاطع مع ناظم أبد طول الخط. شلون التهمة اللي عاد وين بعدين نجح عليها؟ فهذا ناظم قزار ما ينطي معلومات خاصة عبد الخالق يريد يخلق جبهة.